السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هبدأ كلامي عن السكال. احنا عندنا السكال اللي بتعمل السكيلتون بتاع منطقة الهيد والسكيلتون بتاع الفيس. السكال مش عظمة واحدة بس، لا ده هي 22 عظمة، في منهم عظمة واحدة منفصلة اللي هي بنسميها المانديبول، ودي هتبقى شايلنا اللور تيث، تعمل لنا الفك السفلي. 21 عظمة الباقيين بيبدأوا يتقابلوا مع بعض ويكونوا لنا جوينتس او مفاصل. نتيجة التقاء 21 عظمة دول هيبدأ يتكون عندنا حاجة كده شبه الكورة، الجزء ده بنسميه كرينيوم. يبقى معنى الكلام ده ان احنا عندنا السكال مكونة من جزئين، مانديبول وكرينيوم. لما اجي ابص على الكرينيوم هلاقي ان الكرينيوم دي ممكن نقسمها لجزئين، في عندي الجزء اللي فوق ده هوت اللي فوق وورا اللي بيعمل لنا اللي بيحملنا البرين، بيحوط البرين ويحميه، ده الجزء ده بنسميه نيوروكرينيوم. اما الجزء اللي هيعمل لنا السكيلتون بتاع الفيس ده بنسميه فيسروكرينيوم. الجوينتس اللي بتتكون ما بين عظم السكال وبعضه دي نوع من انواع الفايبرس جوينت. الفايبرس جوينت دي معناها ان احنا عندنا عظمتين بيتقابلوا وفي جاب ما بينهم او فراغ، الجاب او الفراغ ده بيتملى بفايبرس تيشو. الفايبرس جوينتس دي موجوده في الجسم عندنا في اكتر من مكان، لكن بالنسبة لي السكال النوع اللي موجود فيها اسمه سوتشرال جوينت، سوتشرال فايبرس جوينت. طيب سميناه ليه سوتشرال جوينت؟ احنا لو جينا بصينا على عظمتين زي دول لما جم يتقابلوا مع بعض لقينا ان البوردر او طرف كل عظمة منهم بدأ يخرج منه بروجيكشنز شبه اسنان المشط، وبدأت تتداخل مع العظمة التانية فبقت واخدة كده شكل الزجزاج او واخدة شكل السوتشر او الخياطة، وعلشان كده سمينا النوع ده من الجوينت سوتشرال جوينت. وعلشان صعب جدا ان احنا ندرس كل عظمة من العظم بتاع السكال بشكل منفصل، هنبدأ نعامل السكال كلها على بعضها كوحدة واحدة، هناخد لها كذا فيو وندرسهم. كل فيو بنسميه نورما. فانا لو جيت بصيت على السكال من فوق بشكل فيرتيكال، المنظر اللي انا شفته ده هسميه نورما فيرتيكاليس. لو جيت بصيت عليها من قدام او من الفرونت بنسمي المنظر ده نورما فرونتاليس. لو جيت بصيت عليها من الباك او من ورا المنظر ده بنسميه نورما اوكسيبيتاليس. لو جيت بصيت عليها من الجنب زي المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده بنسميها نورما لاتيراليس. طيب لو جيت بصيت على البيز وفي سكال دي بنسميها نورما بيزاليس. لو مسكنا السكال قلبناها وبصينا على البيز وفي سكال من تحت، يعني خدنا لها inferior view، دي بنسميها نورما بيزاليس اكسترنا. طيب لو جينا بمنشار كده شلنا الجزء الفوقاني من السكال اللي بنسميه سكال كاب، هبدأ ابص على البيز وفي سكال من الداخل اللي هيبان عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده بنسميه نورما بيزاليس انترنا. وبالشكل ده اصبح عندي 6 فيوز للسكال، نورما فيرتيكاليس، نورما فرونتاليس، نورما اوكسيبيتاليس، نورما لاتراليس، ونورما بيزاليس اكسترنال. ولو شلنا السكال كاب بصينا على البيزو في سكال من الداخل دي بنسميها نورما بيزاليس انترن. في كل نورما المطلوب مننا نعرف 3 حاجات. اول حاجة البونز او العظم اللي داخل في تكوين النورما او اللي بيظهر معانا في الفيو اللي احنا واخدينه. الحاجة التانية السوتشورز ما بين العظم وبعضها، ودي في الغالب هتبقى واخدة اسامي العظمتين اللي عاملين ارتيكوليشن او العظمتين اللي بيتقابلوا مع بعض، ما عدا في النورما فيرتيكاليس بتبقى ليها اسامي مميزة واسامي مختلفة. والحاجة التالتة المفروض ان احنا نعرف الفيتشورز بتاعة العظم، يعني لو في عظمة فيهم ليها فيها حاجة مميزة المفروض نكون عارفين. ونبدأ بأسهل فيو فيهم وهو النورما فيرتيكاليس. أول حاجة هنشوف البون اللي بيكون لنا النورما فيرتيكاليس. احنا عندنا المفروض هنا هنحدد الأول فين الفرونت وفين الباك. لو أخدنا بالنا دي النوزة هيت، فيبقى ده الفرونت بتاعنا أو الانتيريور بتاعنا وده البوستيريور. هلاقي إن عندي قدام خالص في عظمة كبيرة، دي موجودة في الفرونت أو في المقدمة وبتعمل لي الجبهة، منطقة الجبهة أو مقدمة الرأس، ودي بنسميها فرونتال بون. قصادها ورا خالص هنلاقي في عندنا عظمة اسمها اوكسيبيتال بون. كلمة اوكسيبيتال دي معناها باك اوف سكال. ما بين الفرونتال بون قدام والاوكسيبيتال بون ورا في عندي عظمة اللي هي باللون الأزرق دي،
العظمة دي عبارة عن بيرد بون اسمها برايتال بون، في منها يمين وشمال، دي الرايت برايتال بون ودي الليفت برايتال بون، ودي هنلاقيها عاملة لنا السايدز بتاعة السكال. يبقى كده دخل عندي أربع عظمات في تكوين النورما فيرتيكاليس، فرونتال بون قدام، أوكسيبيتال بون ورا، وفي النص ما بينهم التو برايتال بونز، الرايت برايتال والليفت برايتال. بعد كده هنبتدي نشوف السوتشرز اللي هتفصل العظم عن بعضه. هلاقي ان في سوتشر ماشي بالعرض مكان ما بنلبس الكراون او التاج، بيفصل الفرونتال بون قدام عن التو برايتال بونز ورا. السوتشر ده هو بنسميه كورونال سوتشر. بعد كده بلاقي ان التو برايتال بونز بيتقابلوا مع بعض في سوتشر في الميد لاين، السوتشر ده بنسميه ساجيتال سوتشر. ورا خالص بنلاقي ان التو برايتال بونز بيتقابلوا مع الاوكسيبيتال بون في شكل سوتشر، السوتشر ده بنسميه لامدويد سوتشر، بيبقى واخد شكل حرف الفي المقلوب، حرف الفي المقلوب باليوناني اسمه لامدا، فبنقوم نسميه على اسمه ونسميه لامدويد سوتشر. يبقى كده السوتشرز اللي عندنا، اللي بالعرض بنسميه كورونال سوتشر، واللي بالطول في الميد لاين بنسميه ساجيتال سوتشر، واللي شبه حرف الفي المقلوب ده بنسميه لامدويد سوتشر. وبكده نبقى عرفنا البونز وعرفنا كمان السوتشرز. نبدأ نشوف الفيتشرز بتاعة العظم. أول حاجة لو جيت بصيت على الفرونتال بون، هلاقي عندي إن الفرونتال بون عند السايدز بتاعها بتبقى بروميننت أو بارزة شوية. البروز ده بنسميه فرونتال إيمينانس، ده بيبقى الجزء الموست كونفكس في العظمة يمين وشمال، وده سهل جدا نحسه لو حطينا صوابعنا أو إيدينا على منطقة الفورهيد أو منطقة الجبهة من الجوانب. وزي ما في عندنا فرونتال إيمينانس قدام، هيبقى في عندنا في البرايتال بون الموست كونفكس بارت او اكتر جزء بروميننت لبره بنسميه برايتال ايمينانس. ولو جيت بصيت على البوستيريور بارت من الساجيتال سوتشر، هلاقي ان البرايتال بونز بيبقى فيهم خرمين صغيرين، الخرام دي بنسميها برايتال فرامينا، كل واحد فيهم بيبعد تقريبا 1 سم عن الساجيتال سوتشر. لو طلعت مع الساجيتال سوتشر لقدام، هلاقيه بيتقابل مع الكورونال سوتشر في بوينت او في نقطة، البوينت دي بنسميها بريجما. لو رجعت مع الساجيتال سوتشر ورا، هبص الاقيه بيتقابل مع اللامدويد سوتشر في نقطة، النقطة دي بنسميها لامدا. لو جينا بصينا على الفيتال سكال، هنلاقي عندنا ان دي الفرونتال بون. الفرونتال بون بتبقى مكونة من تو هافز او نصين، النصين دول بيبقى فيه سوتشر فاصلهم عن بعض، السوتشر ده بنسميه فرونتال سوتشر او ميتوبيك سوتشر، وده مش بنشوفه في كل السكالز، في فيو سكالز بس ممكن نشوف الميتوبيك سوتشر او الفرونتال سوتشر. بعد كده بنشوف الاثنين برايتال بونز، الرايت والليفت برايتال بونز، وورا في عندي الاوكسيبيتال بون. العظم ده كله في الفيتال سكال بيبقى عباره عن ممبرين او غشاء، بعد كده بيبدأ الغشاء ده يحصل له عملية أوسيفيكيشن أو تعظم. عملية الأوسيفيكيشن أو بيتحول لعظم، عملية الأوسيفيكيشن دي بتبتدي من السنتر بتاع العظمة، وبعد كده تبدأ يحصل لها سبريد للبريفري، فدايما تلاقي إن في جابز كده أو فراغات ما بين العظم وبعضه بيبقى لسه فيها الممبرين ما تحولش العظم. من ضمن الجابس اللي بيتولد بيها الطفل، في عندنا 6 جابس، كل جاب فيهم بنسميها فونتانيل. في عندنا 6 فونتانيلز، 2 منهم بيبقوا سنجل بيظهروا عندي في النورما فيرتيكاليس، وفي عندي 4 بيبقوا بيرد بيظهروا عندي في النورما لاتراليس، 2 على في النورما لاتراليس على الرايت سايد و2 على الليفت سايد. لما اجي ابص على النورما فيرتيكاليس هنا، ابص الاقي ان في عندي المكان البريجما في الادلت سكال، بيبقى المكان ده في الفيتال سكال اوكيوبايد بممبرين، الممبرين ده هو هنسميه انتيريور فونتانيل، ومكان اللامدا في الفيتال سكال بيبقى اوكيوبايد بممبرين، الممبرين ده بنسميه بوستيريور فونتانيل. وطبعا احنا شايفين ان في فرق في الشكل ما بين الانتيريور فونتانيل والبوستيريور فونتانيل. الانتيريور فونتانيل بيبقى دايموند شيبد او واخد شكل الماسة، البوستيريور فونتانيل بيبقى تريانجولار ان شيب. الحاجة التانية ان الطفل بيتولد بالبوستيريور فونتانيل ده هو
بيكون يدوب بدأ يقفل أو بياخد تقريبا من 3 شهور ل 6 شهور على ما يقفل، في حين إن الأنتيرور فونتانيل بياخد على الأقل من سنة ونص لسنتين على ما الممبرين ده يتحول لعظم ويختفي الفونتانيل ويبدأ يظهر عندي منطقة البريجما.